اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض في فيديو النهاردة. السجادة دي طريقة سهلة وبسيطة. السجادة دي من مضاعفات الرقم 9، يعني بنرتفع 9 سلسلة لحد ما نوصل للعرض اللي احنا عاوزينه، بعد كده بنزود عليها واحد. السجادة دي خدت معايا حوالي 2.5 كيلو خيط. هسيب لكم الطول والعرض بتاعها في صندوق الوصف. اهم حاجة ان احنا بننهي السجادة بنفس نهاية السطر التالت اللي احنا بننهيه بيها. السجادة دي من تكرار سطرين بنفضل نكرر السطر التاني والتالت لحد ما نوصل للطول اللي احنا عاوزينه، وبننهي بالسطر التالت. انا هستخدم خيط مكرمية مصري. وهستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 5.5. طبعا انا هدخل الوان في بعض، انت حره في تناسق الالوان، انت ممكن تعمليها بلون واحد وممكن تدخلي كذا لون مع بعض. هي المشاية دي فكرتها انها هتكون جميله قوي لو بالوان متداخله مع بعض، هتدي شكل جميل قوي. الغرزه بتاعتنا من مضاعفات الرقم 9، كل مربع بياخد 9 غرز سلسله، فاحنا بنرتفع 9 9 9 لحد ما نوصل للعرض اللي احنا عاوزينه بتاع المشاية او السجاده، وبعد كده بنزود عليه غرزه سلسله واحده. هنبتدي وهنشتغل وهنشوف مع بعض دلوقتي. فانا اول حاجة هعملها هشتغل عقدة البداية. زي ما قلنا انها من مضاعفات الرقم 9، فانا هرتفع 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنكرر تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهكرر تاني. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هكرر تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا كده اشتغلت 9 4 مرات. بعد ما بخلص العدد اللي انا عايزاه العرض بزود عليه سلسلة واحدة بس. كده انا اشتغلت 9 4 مرات وزودت سلسلة واحدة بس، يعني احنا بنرتفع في العرض عدد يقبل القسم على 9، وبعد كده بنزود عليه سلسلة ارتفاع. فدلوقتي هبتدي اشكل الغرزة بتاعتي. انا السجادة الاصلية اللي انا شغالة فيها اشتغلت 10 مرات 9، يعني اشتغلت 90 غرزة سلسلة وزودت عليهم سلسلة واحدة ارتفاع، هيبقوا معايا 91 غرزة. انا بس حبيت اصغرها لكم علشان تبان في الشرح. فدلوقتي هنبتدي نشكل الغرزة بتاعتنا. فانا عندي هنا غرزة السلسلة فيها فتلة، هنا هدخل فيها. انا هسيب الغرزة اللي فيها الابرة، اللي هي اول غرزة اللي فيها الابرة دي، هدخل في الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وبسيب الحلقة على الابرة. هروح للغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وبسيب برضو الحلقة على الابرة، وهروح للغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وبسيب الحلقة على الابرة، بروح للغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وهسيب الحلقة على الابرة. كده دي ربع مرة. فاضل مرة هدخل في الغرزة واسحب الخيط وبسيب الحلقة على الابرة. كده معايا كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4 5 6. بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. تكون معايا بالشكل ده كده. تاني هنشتغل فين بقى دلوقتي؟ انا هشتغل هنا في الفتلة دي. انا عندي هنا 4 فتلات، 1 2 3 4. هدخل بالابرة تحتيهم بالشكل ده كده وبسحب الخيط، ما بطلعش من الحلقة، بسيب الحلقة على الابرة.
هروح للي هي الفتلة التانية اللي بعديها اللي هي دي، وادخل تحتيها بالإبرة وبسحب الخيط، هروح للفتلة التالتة وبدخل تحتيها بالإبرة بالشكل ده كده وبسحب الخيط، بهوي الخيط كده ما سيبوش جامد، اهويه شوية كده عشان يكون الحلقات قد بعض، واروح لآخر فتلة اللي هي احنا بنشتغل قلنا في الفتلة دي بندخل تحتيها وبنسحب الخيط كده. دي رابع مرة كده. انا معايا كام حلقة الإبرة؟ 1 2 3 4 5. هنزل عند غرز السلاسل اللي تحت، هدخل في الغرزة اللي بعد، مش هسيب الغرزة دي اللي انا دخلت فيها اخر واحدة، واروح للغرزة اللي بعديها وهسحب الخيط، هيبقى ما هيكون معايا 6 حلقات على الإبرة. بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. تاني احنا قلنا بندخل في انهي فتلة؟ اللي هي الفتلة دي، ندخل تحتيها بالابرة، هيكون برضو معايا 4 فتلات، 1 2 3 4. فادخل تحتيها بالابرة وبسحب الخيط، وبروح للي بعديها برضو وبدخل تحتيها بالابرة، بخلي الابرة تحتيها وبسحب الخيط، هروح لتالت واحدة وهسحب الخيط، وهروح لاخر واحدة اللي هي رابع فتلة وبسحب الخيط. كده بيتكون معايا 5 حلقات على الابرة، ال4 حلقات بتاعت الفتل دي والحلقة الاساسية. دلوقتي هروح على غرزة السلسلة اللي بعديها على طول، هسيب الغرزة اللي احنا دخلنا فيها اخر مرة وهروح للغرزة اللي بعديها وهسحب الخيط، هيتكون معايا 6 حلقات على الابرة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. تاني هدخل برضو تحت ال4 حلقات هنا وبسحب الخيط، وبدخل تحت اللي بعديها وبسحب الخيط. الغرزة سهلة جدا من تكرار السطر ده، اصلا شكلها مميز وجميل. كده 3، كده 4، يبقى هنا معايا 5 حلقات على الابرة. هروح عند غرزة السلسلة اللي بعديها على طول وهدخل فيها وبسحب الخيط، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. تاني اخر مرة دي هنعمل فيها السطر ده. يبقى انا هنا عندي كده كام واحدة؟ 1 2 3 4. هنعملها كمان مرة عشان يكونوا معانا 5. فهدخل تحت الفتلة وبسحب الخيط، كمان مرة بدخل تحت الفتلة وبسحب الخيط، كمان مرة بدخل تحت الفتلة وبسحب الخيط. كده دي اخر مرة، رابع مرة، وبسحب الخيط، بيتبقى 5 حلقات. بنزل عند غرزة السلاسل اللي تحت وبدخل في غرزة، ما بدخلش في غرزة السلسلة اللي انا دخلت فيها، بدخل في اللي بعديها وبسحب الخيط، كون معايا 6 حلقات. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين بنفس الطريقة كده، بلف وبطلع من حلقتين. كده نتكون معايا اول مربع من الغرزة اللي انا بشتغلها. يبقى هنا معايا كام واحد؟ 1 2 3 4، والغرز هتكون معايا 5. 1 2 3 4 5. دلوقتي عايزين نخلي السطر ده شبه الغرز دي كده عشان نقفلها، فبرتفع بالخيط شوية كده. انا عندي الفتل دي اللي هي 1 2 3 4، فهدخل تحت كل فتلة فيهم وهعمل غرزة منزلقة، هدخل واسحب الخيط واشتغل منزلقة، هروح عند الفتلة التانية وهدخل واسحب الخيط وبشتغل منزلقة، هروح عند الفتلة التالتة واسحب الخيط وهشتغل غرزة منزلقة، واخر فتلة اللي هي الرابعة هدخل
واسحب الخيط وبشتغل منزلقة. اخر غرزة اشتغلت فيها اللي انا سحبت فيها الخيط هدخل فيها المرة دي وهشتغل غرزة منزلقة. كده انا قفلت المربع ده، كده اول مربع معايا اتشكل، هيكون معايا بالشكل ده. كده هنشتغل تاني، انا هنا معايا فتلة على الابرة اهي، هنزل عند غرز السلاسل اللي تحت، هدخل في اول واحدة وبسحب الخيط وهدخل في التانية واسحب الخيط وهدخل في غرزة التالتة وبسحب الخيط وهدخل في الغرزة الرابعة وبسحب الخيط، هدخل في الغرزة الخامسة واسحب الخيط. يبقى كده معايا كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6. بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين نفس الطريقة بالظبط اللي بشتغل بيها، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. هيكون معايا هنا برضو كام فتلة؟ 1 2 3 4. هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها اول مربع، اللي هي ازاي؟ ان انا بدخل تحت كل فتلة من الفتلات دي اللي هي اتكونت معايا، بدخل وبسحب الخيط وبسيبه على الابرة. كده اول مرة، كده التانية، كده التالتة، كده الرابعة. يبقى معايا 5 حلقات على الابرة. هسيب غرزة السلسلة الاخيرة اللي انا دخلت فيها، وبسيب غرزة السلسلة الاخيرة اللي انا دخلت فيها، وبروح في الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط. هيتبقى معايا 6 حلقات، 1 2 3 4 5 6. بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين. هكرر تاني اللي انا اشتغلته، ان انا بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط ومبطلعش من على الحلقة اللي على الابرة. كده اول مرة، كده اتنين، كده تلاتة، كده اربعة، وهروح عند هسيب الغرزة اللي دخلت فيها اخر مرة وهروح على الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط. كده معايا 6 حلقات على الابرة، بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين. كده انا اشتغلت كام مرة؟ 1 2 3، ناقص مرتين علشان تبقى زي دي، 1 2 3 4 5. هشتغل مرتين كمان بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني، ان انا بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط ومبطلعش من على الحلقة اللي على الابرة، وبروح عند غرزة السلسلة وبسحب الخيط، وبعد كده بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين. هكرر كده مرتين وهرجع لكم تاني. اشتغلت وبقى معايا 5 غرز، 1 2 3 4 5. ارتفعت 5 سطور، 1 2 3 4 5. فاحنا بنخلي الغرز هنا زي الغرز هنا، ان احنا بنشتغل منزلقة، بندخل تحت اول فتلة وبنسحب الخيط وبنشتغل منزلقة. كده اول منزلقة، ندخل تحت الفتلة ونسحب الخيط وبنشتغل غرزة منزلقة، دي تاني منزلقة، كده تلاتة، كده اربعة، وبندخل في اخر غرزة اللي احنا اشتغلنا فيها، بدخل فيها وبشتغل فيها اخر منزلقة. يبقى انا المربعات بفضل شغالة فيها كده بنفس الطريقة، بتكون معايا مربع، كل 9 سلاسل بيكونوا معايا مربع. تاني انا معايا فتلة على الابرة، هدخل في اول غرزة وبسحب الخيط وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وبدخل في الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط. بدخل تحت 5 غرز وبسحب الخيط. كده 5 غرز، معايا 5 حلقات على الابرة بتاعت ال5 غرز، والحلقة الاصلية اللي كانت معايا على الابرة يبقوا 6. بعد كده بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبلف الخيط وبطلع من حلقتين بلف وبطلع من حلقتين بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين. بعد كده برتفع 4 سطور بنفس الطريقة، اللي هي ان انا بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط. كده اول مرة، بعد الفتلة اللي بعديها وبسحب الخيط، كده دي تاني مرة،
بدخل تحت الفتلة الثالثة وبسحب الخيط كده، دي تالت مرة. بدخل تحت الفتلة الرابعة وبسحب الخيط كده، دي رابع مرة. وبعد كده بسيب اخر غرزة سلسلة دخلت فيها وبروح عند الغرزة اللي بعديها وبدخل جواها وبسحب الخيط. كون معايا 6 حلقات على الإبرة، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من كمان حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من آخر حلقتين. أنا كده ده تاني سطر، هعمل 3 سطور بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها تاني سطر وهرجع لكم تاني. وارتفعت وبقى معايا 5 سطور، 1 2 3 4 5. دلوقتي هنقفل بمنزلقة زي ما احنا متعودين، بندخل تحت الفتلة وبنسحب الخيط وبنشتغل منزلقة، بندخل تحت الفتلة التانية وبنسحب الخيط وبنشتغل غرزة منزلقة، بندخل تحت الفتلة التالتة وبنسحب الخيط وبنشتغل منزلقة، وبندخل تحت الفتلة الرابعة اللي هي آخر فتلة وبنسحب الخيط وبنشتغل غرزة منزلقة. في المنزلقة بندخل في آخر مكان اشتغلنا فيه اللي هي غرزة السلسلة، بندخل فيها وبنشتغل منزلقة، ما بنشتغلش في غرزة جديدة، علشان كل مربع معايا بيتكون 9 سلاسل، فيكون معايا بالشكل ده كده. انا كل 9 سلسلة بيكونوا مربع، يعني دي 9 سلسلة 9 سلسلة 9 سلسلة. انت بتبدأ مثلا بتعملي العرض اللي انت عاوزاه في البداية علشان تبتدي تشكلي الغرزة. يبقى نشتغل دلوقتي في اخر مربع معانا، انا معايا حلقة على الابرة، هشتغل معاكم اخر مربع. بلف الخيط بدخل تحت الحلقة وبسحب الخيط، بدخل تحت الحلقة التانية وبسحب الخيط، بدخل تحت حلقة الغرزة التالتة وبسحب الخيط، دي الغرزة الرابعة. بدخل تحت حلقة 5 غرز وبسحب الخيط، بيتكون 6 حلقات على الإبرة. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من آخر حلقتين. بكرر كده 5 مرات. كده اشتغلت مرة، ناقص كمان 4. انا شغلي كله تحت الفتلات دي اللي هي متكونة دي، 1 2 3 4. كده اول مرة، كده 2، كده 3، كده 4. وبروح بسيب الغرزة الأخيرة اللي أنا اشتغلت فيها وبروح عند الغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط، كده تكون 6 حلقات. بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من آخر حلقتين. هكرر تاني اللي أنا اشتغلته، بدخل تحت الفتلة وبسحب الخيط ومبطلعش من الحلقة. كده دي تاني مرة، كده 3، كده 4. وبروح عند غرزة السلسلة اللي بعديها على طول وبدخل فيها وبسحب الخيط، وبلف وبطلع من حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من آخر حلقتين. كده دي تكون معايا كام سطر؟ 1 2 3، فاضل 2. كده دي رابع مرة، وبروح عند غرزة السلسلة اللي بعديها على طول وبدخل فيها وبسحب الخيط. كده 1 2 3 4 5. كده هتكون معايا كام سطر؟ 1 2 3 4، فاضل لي غرزة سلسلة أخيرة اهي، كده بتاعت 5 سطر. بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط، كده 2 3، كده 4. بروح عند اخر غرزة سلسلة معايا وبدخل فيها وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. دلوقتي هنشتغل اللي هو غرزة المنزلقات علشان نخليها شبه دي بالظبط زي ما احنا بنشتغل في كل مربع. ان انا بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة. دي كده معايا اول واحدة،
كده 2 كده 3 كده 4 وبدخل في اخر غرزة سلسلة انا دخلت فيها من تحت وبشتغل فيها كمان غرزة منزلق وبرتفع وبقص الخيط. طبعا احنا بنقص الخيط بالولاعة يبقى هتدينا الشكل ده كده. كل ما ترتفعي بغرزة بالغرز اكتر كل ما العرض معاكي يكبر. كل 9 سلسلة زي ما احنا اتفقنا بيعملوا معايا مربع كده. ده كان اول سطر معايا فبقص الخيط بالولاعة بعد كده بربط الفتلتين اللي تحت في بعض اللي هي فتلة بداية الدور والفتلة اللي انا قصيتها دلوقتي. وبعد كده في نهاية الشغل بدخلهم في الشغل من ورا. دلوقتي هنبتدي السطر التاني فانا هشتغل باللون تاني. مثلا هشتغل باللون ده فانا عندي هنا السطر التاني. هنبتدي منين؟ انا عندي هنا 1 2 3 4 5 هدخل تحت اول غرزة الشكل ده كده. هسحب اللون اللي انا عايزة ادخله بعد ما سحبت الخيط هرتفع 6 سلسلة غرزة تثبيت للخيط. بعد كده هشتغل 5 سلسلة 1 2 3 4 5 يبقى انا اشتغلت كام سلسلة؟ 6 سلسلة غرزة ثبتت فيها الضوء الخيط وخمس غرز هشتغل فيهم. هدخل تحت اول غرزة وبسحب الخيط طبعا بسيب الغرزة اللي فيها الابرة وبروح للغرزة اللي بعديها على طول بدخل تحتيها وبسحب الخيط. هروح للي بعديها برضو وادخل تحتيها وبسحب الخيط كده دي تاني غرزة. هروح للغرزة اللي بعديها واسحب الخيط كده دي 3. هروح للغرزة اللي بعديها واسحب الخيط كده معايا كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4 5 هسيب الغرزة اللي انا عملتها وهدخل في نفس المكان اللي انا دخلت فيه بالغرزة اللي هي هنا. هتجاهل الغرزة خالص وهدخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه بالخيط وبسحب الخيط كده معايا 6 حلقات على الابرة. هلف واطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين كده معايا كام فتلة زي ما احنا متعودين؟ دي الغرزة الاساسية معايا كده 1 2 3 4. هشتغل بنفس الطريقة ان انا بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط كده دي اول مرة كده 2 كده 3 كده 4 واروح هنا عند الغرز اللي في جنبي دي هدخل الخيط الزيادة معايا تحت الشغل اهو. هدخل تحت الغرزة دي اللي بعديها على طول وبسحب الخيط وبعد كده بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين كده دي ارتفعت كده تاني مرة. هرتفع كمان 3 بدخل تحت الفتلات وبسحب الخيط كده اول مرة كده 2 كده 3 كده 4 وبروح هنا عند المربع الزيتي ده بدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وبسحب الخيط كده معايا 6 حلقات على الابرة. بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين كده اشتغلت 3 مرات. هشتغل مرتين بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. وارتفعت كمان سطرين اهمت بقوا معايا 5. هعد 1 2 3 4 5 وهنا الفتلات معايا 4 1 2 3 4. دلوقتي هنشتغل غرز المنزلقة اللي احنا هنخلي هنا زي هنا فبدخل تحت الفتلة بنفس الطريقة بالظبط وبسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة
بدخل تحت كل فتلة من الاربع فتلات اللي معايا، بدخل تحتيها وبشتغل منزلقة. وبدخل بقى في نفس المكان اللي اشتغلت منه اخر غرزة اللي هو ده، ما بدخلش في الجديدة، بدخل في نفس المكان وبشتغل فيه غرزة منزلقة. بجيب الولاعة وبقص الخيط ده، لان انا كنت واخداه تحت الشغل، فهقصه معاكم. يبقى انا كده اشتغلت اول مربع، هنشتغل بقى في ازاي المربع التاني. يبقى السطر التاني احنا بنسحب من هنا من اخر من اول غرزة معايا، بشتغل عليها 6 سلسلة بشتغل فيها بنفس الطريقة. ده كده السطر التاني، انا عندي هنا 4 فتلات، 1 2 3 4، فهدخل برضو تحت كل فتلة من الفتلات اللي موجودة معايا هنا وبسحب الخيط. كده دي اول مرة، كده 2، كده 3، كده 4. انا عندي هنا برضو 5 غرز بتوعي اللي هما بالعرض، 1 اولهم هنا اللي هو الفراغة اللي هنا، 1 2 3 4 5. هدخل تحت اول واحد هنا، اول غرزة من ال5 غرز بتاعت المربع التاني، وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. كده ده كده اول سطر معايا. تاني بدخل تحت كل فتلة من الفتلات اللي موجودة معايا وبسحب الخيط. كده اول مرة، كده 2، كده 3، كده 4. بسيب الغرزة اللي انا دخلت فيها الاخيرة وبروح عند الغرزة التانية وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من اخر حلقتين. انا كده ارتفعت سطرين، هرتفع كمان 3 سطور بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنقفل برضو عليهم بمنزلقة بنفس الطريقة. واشتغلت بنفس الطريقة وارتفعت 5 سطور، 1 2 3 4 5. انا شغلي كله زي ما اتفقنا في الفتلات اللي هي بتاعت ال4 غرز دول، 1 2 3 4. دلوقتي هنشتغل منزلقة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها هنا، ان انا بدخل تحت اول فتلة وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة، بدخل تحت التانية وبسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة، بدخل تحت الغرزة التالتة وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة، وبدخل تحت الفتلة الرابعة وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة. وفي اخر غرزة، بدخل في اخر غرزة اشتغلت فيها، بدخل برضو في نفس المكان وبشتغل غرزة منزلقة. فالسطر التاني ده كله هنمشيه بنفس الطريقة، هخلص هنا اشتغل هنا زي ما اشتغلت هنا بالظبط، اشتغل هنا وهنا بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها المربع ده، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنقفل السطر ده ازاي. واشتغلت بنفس الطريقة، هيكون معايا بالشكل ده كده، زي ما احنا اتفقنا ان عدد الغرز هنا بيبقوا 5، 1 2 3 4 5، وبرضو اتأكد ان عدد المنزلقات 5 علشان ما تلخبطش، 1 2 3 4 5، علشان الشغل ما يكونش ملخبط معايا، فبيدينا الشكل ده كده. فانا اشتغلت هنا مربع ومربع ومربع، بشتغل في السطر التاني على الطرف مربع، فناقص لي اخر مربع هشتغله معاكو على الطرف. يعني انا شغلي كله تكرار للسطر ده والسطر ده. السطر ده انا اشتغلته لانه كان بدايته سلاسل، فزي ما اتفقنا انها مضاعفات الرقم 9، وبعد كده بنزود سلسلة في الاخر. انما السطر ده اشتغلناه من اول غرزة هنا، يبقى الشغل معايا كله هيكون تكرار للسطر التاني والسطر التالت اللي هشتغله معاكم دلوقتي. كده هوريكم نهاية السطر التاني هتكون معايا عاملة ازاي. فانا عندي هنا 4 غرز برضو، 1 2 3 4، هدخل تحت كل غرزة واسحب الخيط واسيبه على الابرة. كده اول مرة، كده 2، كده 3، كده 4.
واخر غرزه اشتغلت فيها غرزه منزلقه اللي هي الغرزه الاخيره هنا، هدخل تحتيها وهسحب الخيط، يبقى اخر غرزه هنا اشتغلت فيها منزلقه اللي هي غرزه البدايه خالص. يبقى انا كده معايا 6 حلقات على الابره، بلف وبطلع من حلقتين والف واطلع من حلقتين وبلف واطلع من حلقتين وبلف واطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين كده. ده اول سطر معايا. تاني بدخل تحت كل فتله هنا وبسحب الخيط. هو السطر ده نفس الشغل في السطور التانية، بس فرق ان انا بعمل منزلقات. هوريكم المنزلقه هنا عاملها ازاي. كده ده تحت كل غرزه سحبت الخيط اهو، معايا 5 حلقات على الابره. المنزلقه هنا هعملها فين؟ انا عندي هنا فتلتين البيج دولي، هدخل في وسطهم بالشكل ده كده وهسحب الخيط. كده هيكون معايا الغرزه الخامسه زي ما بشتغل بالظبط. كده هطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين. كده ده تاني سطر، بدخل تحت كل فتلة وبسحب الخيط. كده 3، كده 4. احنا اتفقنا ان احنا بندخل هنا في الجنب تحت الفتلتين دول اللي في الجنب خالص، وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين. كده ده تالت سطر، هشتغل كمان سطرين بنفس الطريقة وارجع اقول لكم هنقفل بمنزلقة ازاي. وارتفعت 5 سطور، 1 2 3 4 5. دلوقتي هنعمل هنا منزلقات، فاحنا اتفقنا ان احنا شغلنا كله تحت الفتلات دي. ندخل تحتيها وبنسحب الخيط وبنشتغل غرزة منزلقة. كده دي اول مرة، هدخل تحت الفتلة اللي بعديها واسحب الخيط وبشتغل غرزة منزلقة. كده 2، هدخل تحت الفتلة التالتة وبشتغل غرزة منزلقة. كده رقم 4، كده دي 3 قصدي، كده دي اخر فتلة رقم 4. المنزلقة الاخيرة هشتغلها بنفس الطريقة، ان انا هدخل في الفتلتين اللي في جنب دولي اهمت واسحب الخيط وهشتغل غرزة منزلقة. كده انا معايا 5 منزلقات، 1 2 3 4 5، زي ما انا معايا 5 غرز هنا، 1 2 3 4 5. يبقى انا بتأكد ان شغلي مظبوط ازاي، ان انا بيكون معايا ارتفاع 5 سطور وبشتغل 5 منزلقات وبرتفع وبقص الخيط بالولاعة. ده كده السطر التاني. السطر التالت بقى هنشتغله ازاي؟ احنا شغلنا كله هيكون تكرار للسطر التاني والسطر التالت. السطر التالت هنشتغله ازاي؟ انا عندي هنا 5 غرز، 1 2 3 4 5. هدخل في الغرزة رقم 5 من فوق. انا السطر التاني كنت بدخل هنا في اول غرزة، انما السطر التالت هسيب غرزة 2 3 4 وهدخل في رقم 5 وهجيب اي لون انا عايزة ادخله. انا هجيب لكم لون فاتح عشان تبان. فهدخل في تحتيب الابرة وبسحب الخيط، هسيب الخيط الزيادة معايا ده هدخله في السطر اللي بعد كده. انا عندي هنا 4 فتلات، 1 2 3 4. هدخل تحت كل فتلة وهسحب الخيط، 1 2 3. كده 3، كده 4. طبعا الخيط ده هيدخل تحت الشغل في السطر الجاي فهيبقى ضيق. انا عندي زي ما احنا ماشيين ان احنا بندخل في اول غرزة من ال5 غرز اللي هنا، 1 2 3 4 5. فبدخل في اول غرزة اللي هي هنا في الفراغ دي، بدخل فيها وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من كمان حلقتين، بلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من حلقتين وبلف وبطلع من اخر حلقتين. كده انا ده اول سطر اشتغلته اهو. تاني هعيده،
معايا 4 فتلات، 1 2 3 4، واول غرزة في الجنب كده. دي اول واحدة. تاني هدخل تحت اول فتلة واسحب الخيط، وادخل تحت التانية واسحب الخيط، وادخل تحت التالتة واسحب الخيط، وادخل تحت الفتلة الرابعة وبسحب الخيط، وبسيب الغرزة اللي احنا دخلنا فيها، وبدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وبسحب الخيط، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين كده. ده تاني سطر. بس شغله كله طريقته سهلة، هي تكرار الغرز اللي السطر التاني والتالت. السطر التاني الفرق الوحيد اللي بينه وبين السطر التاني، انا هنا بشتغل عادي زي ما بشتغلت السطر التاني، بس الفرق ان انا ما بسحبش سلاسل، بشتغل من النص على طول علشان يديني شكل السمبوسك في المربعات. يعني هنا في السطر التاني بسحب 5، بسحب 6 سلسلة من اول غرزة، انما في السطر التالت بشتغل في الغرزة رقم 5. وبرده في السطر هنا التاني انا اشتغلت هنا في اخر غرزة مربع، لا السطر التالت، بوقف شغل عند هنا، ما بكملش شغل هنا زي ما اشتغلت في السطر التاني. السطر التالت بعيد السطر ده، ان انا بسحب 5 سلسلة من السطر التاني. هكمل السطر ده كله بنفس الطريقة ان انا اشتغلت بيها السطور دي، ان انا بشتغل 5 مرات، بيكون معايا 5 غرز هنا و5 غرز منزلقات. هكمل السطر ده بنفس الطريقة وارجع لكم تاني اقول لكم هنسحب السطر التاني، هنكرر السطر التاني ازاي. وصلت لنهاية السطر اهو، اشتغلت بنفس الطريقة، انا بوقف شغل عند هنا، ما بكملش شغل للسطر للمربع الاخير، هو السطر التاني بس هو اللي بنكمل شغل في المربع الاخير. السطر الاول كان معانا 4 مربعات، 1 2 3 4، انما السطر التاني 1 2 3 4 5، عشان بشتغل هنا في اخر مربع زي ما اتفقنا، وبنسحب الخيط من البداية هنا. انما السطر التالت رجعت كررت السطر ده، فبقى معايا 4 1 2 3 4. هنكرر السطر التاني، فاحنا في السطر التاني بنبتدي شغل من هنا، تدريج الالوان انت طبعا حرة فيه بتدرجي الالوان بالطريقة اللي انت عاوزاها. فالسطر التاني احنا كنا بنرتفع 6 سلسلة، 3 4 5 6، فانا هشتغل السطر التاني في نفس، يعني انا بكرر شغلي كله تكرار للسطر التاني والتالت، هكمل بنفس الطريقة كده. وطبعا في هنا في الجنب ده باخد الخيط الزيادة معايا تحت الشغل، انما هنا الجنب ده بقص الخيوط اللي هي في النهاية وبعد كده بدخلها في الشغل من جوه. انا المشاية اللي انا شغلها الاساسية ارتفعت 90 غرزة سلسلة، يعني اشتغلت 10 غرز، ضعفت 19 مرات وزودت عليهم سلسلة واحدة بس ارتفاع، الاجمالي معايا بقوا 191 غرزة سلسلة. انا هكمل وارتفع السطور اللي انا عاوزاها وهرجع لكم تاني اقول لكم ارتفعت قد ايه وعرضها وطولها ايه، وهنشتغل الكونر اللي هنزيد بيه السجادة مع بعض او المشاية بتاعتنا. وارتفعت لحد ما ارتفعت 37 سطر. طبعا تنسيق الالوان انت حرة فيها، تختاري الالوان اللي انت عاوزاها وتنسقيها زي ما انت عاوزة، انما انا اخترت التنسيق ده. زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نرتفع في، نزود في العرض عن كده ونزود الارتفاع عن كده،